وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طمنا عليك الأول وطمنا على الأجواء وطمني كده يعني بصفة عامة، طمنا كلنا عايزين نطمن منك. احنا الحمد لله كله تمام يا كابتن ميدو، البعثة كلها بخير الحمد لله. الأجواء طبعا هنا أجواء حماسية كبيرة جدا قبل مباراة هامة جدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، ما بين طبعا الأهلي والوداد، وهي مباراة مصيرية ومباراة حاسمة أكيد من خلالها إن شاء الله يتوج أحد الفريقين باللقب، واللي أكيد بكل التأكيد نتمنى النادي الأهلي هو اللي يفوز بهذا اللقب الأفريقي الهام جدا بالنسبة لنا كلنا. لكن بالتحديد خليني أكلمك عن الأجواء هنا في المغرب. طبعا كل المغاربة مستنيين هذه المباراة، في ترقب كبير جدا لمباراة الأهلي والوداد، كله مستني يشوف مين اللي هيفوز بهذا اللقب، لكن في تحمس شديد جدا من جمهور الوداد بالتحديد اللي خلاص يعني شبه بيحتفلوا بالفوز بالبطولة بعد التعادل الإيجابي في مصر بنتيجة 1-1، وده يمكن شيء إيجابي بالنسبة لنا احتفالهم سواء من ساعة ما كانوا في مصر بعد المؤتمر الصحفي، اللاعبين في غرف قلع الملابس لاعبي الوداد كانوا بيحتفلوا، هنا لما وصلنا برضو شفنا إن الناس كتير أو جمهور الوداد بالتحديد خلاص شايف إن هو أقرب للفوز بالبطولة، طبعا خصوصا إن هم بعد ما تعادلوا بنتيجة 1-1، لكن هم أكيد مدركين جيدا النادي الأهلي يقدر يعود في الوقت المناسب، النادي الأهلي في أكثر من بالمناسبة قدر ان هو يفوز في مباريات العودة وقدر ان هو يحقق البطولة طبعا من خلال هذه المباريات. الفريق يعني طبعا بيستعد بشكل قوي وبشكل جيد جدا لهذه المباراة. امبارح كان في مران، هو كان اول مران بالنسبة للفريق هنا في المغرب، النهاردة ايضا هيكون في مران ان شاء الله بالتحديد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، 10 مساء بتوقيت القاهرة، وهو نفس ميعاد المباراة. النهاردة طبعا برنامج الفريق كان في صلاة الجمعة، بعديها مباشرة كان في أول محاضرة للكابتن حسام البدري للاعبين النهاردة. امبارح طبعا كان في محاضرة، النهاردة كان في محاضرتين، المحاضرة الأولى اللي هي كانت بعد صلاة الجمعة مباشرة، المحاضرة الأخرى هتكون بعد نهاية المران الفريق النهاردة وهو المران الأخير، وبعد تناول اللاعبين وجبة العشاء هيكون المحاضرة الأخيرة النهاردة من الكابتن حسام البدري للاعبين. أكيد طبعا محاضرات مهمة، كلام مهم جدا من الجهاز الفني بالكامل، مش بس من كابتن حسام البدري، حتى من شريف إكرامي وعماد متعب طبعا كباتن الفريق، كلامهم دائم مع لاعبي النادي الاهلي وكيفيه ان شاء الله ان هم يؤدوا مباراه جيده. نتكلم شويه عن المناخ، يمكن الجو بالليل بيبقى بارد شويه كابتن ميدو، درجه الحراره بتتراوح ما بين 16 ل 18 درجه مئويه، في النهارده في امطار شفناها، يوم المباراه درجه الحراره ممكن توصل ل 14 درجه مئويه، من الوارد ان يكون في امطار ايضا، لكن بكل الاحوال ان شاء الله النادي الاهلي هيكون لائق لخوض هذه المباراه الهامه جدا، هيكون جاهز ان شاء الله ان هو يفوز في هذه المباراه. جميع لاعبي النادي الاهلي طبعا جاهزين، 22 لاعب متواجدين يا كابتن ميدو، جاهزين بشكل كبير جدا لخوض هذه المباراه حسب الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري. طبعا الغيابات زي ما احنا عارفين صالح جمعه، حسام عاشور، علي معلول، اكيد هي غيابات مؤثره، لكن ان شاء الله الجهاز الفني واللاعبين قادرين ان هم يعوضوا هذه الغيابات، ومن ثم تحقيق هذا اللقب الغالي جدا لكل جمهور النادي الاهلي. وبالمناسبه يمكن هي اصعب بطوله للنادي الاهلي، بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي يا كابتن ميدو، خصوصا ان بدايه من دور الثمانيه وهي مواجهات كلها عربيه، فبالتالي تبقى مواجهات قويه بشكل كبير، مواجهات صعبه بشكل كبير. ان شاء الله النادي الاهلي لو قدر ان هو يفوز بهذا اللقب هيكون اغلى لقب بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، يكون اللقب رقم 9 ان شاء الله في تاريخ بطولات النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا. كابتن ميدو في اي استفسار اتفضل. أمير يعني قول لي تفاصيل المران، مران الأمس النادي الأهلي تفاصيله، واعتمد الكابتن حسام بدري على نص الملعب بأي لعيبة، يعني اللعيبة اللي ممكن يعتمد عليها إن شاء الله بكرة، هل بان الشكل العام ولا الكابتن حسام لسه عامل تضليل للجماهير المغربية؟ طيب خليني اقول لك يا كابتن ميدو ان هيكون يعني امبارح المران ما كانش بالنسبه لنا كلنا كاعلاميين او بعثه اعلاميه كانت مصاحبه للفريق في المغرب ما اتفرجتش على المران، اتفرجنا على اول 10 دقائق بس، هي عمليات الاحماء والتسخين قبل المران، اللي كان اكيد فيه بعض الجوانب التكتيكيه وبعض الجوانب الفنيه ركز عليها كابتن حسام البدري، لكن كابتن حسام البدري قرر ان ما حدش يحضر التدريب اطلاقا، بالتالي مش ما فيش اي شكل هنقدر نستنتجه لتشكيل النادي الاهلي، حتى لو نعرف تشكيل النادي الاهلي مش هينفع نقوله يا كابتن ميدو
يعني حفاظا على السريه التامه اللي بيفرضها الكابتن حسام البدري بالنسبه لتشكيل الفريق. لكن ان شاء الله ايا كان مين اللي هيبتدي، ايا كان مين اللي هيبدا مباراه الاهلي والوداد والتشكيل اللي هيختاره الكابتن حسام البدري، نتمنى ان شاء الله ان هم يكونوا موفقين بشكل كبير جدا في هذه المباراه، خصوصا في اجواء صعبه جدا. ملعب الملك محمد الخامس ملعب صعب جدا يا كابتن ميدو، المدرجات هتبقى مليئه عن اخرها طبعا جمهور الوداد المتحمس بشكل كبير جدا، هم يعني يمكن اللقب بالنسبه لهم غالي قوي، بقى لهم فتره كبيره جدا ما حققوش دوري ابطال افريقيا، واخر مره حتى تاهلوا للنهائي كان في عام 2011 وخسروا امام الترجي، فبالتالي البطوله بالنسبه لهم السنه دي غاليه جدا، لكن ان شاء الله ان شاء الله هتكون اغلى لينا، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز بهذه البطوله. لكن خليني سريعا يا كابتن ميدو اخد في هذه اللحظات